السؤال الغريب ان كل ما تشرف بحد مسؤول او حد رئيس نادي كل الناس متفقه على حاجه واحده بس بتشتكي، ان وكلاء اللاعبين هم اللي رفعوا الاسعار بالشكل ده. اجيب بقى وكلاء اللاعبين اتكلم معاه يقول لي رؤساء الانديه هم اللي عملوا ووصلوا الاسعار للشكل ده، انا في الاخر وسيط باخد نسبه من مبلغ، يطلع مليون هياخد، يطلع خمسه هياخد، يطلع عشره هياخد، هو اللي بيطلب، هو اللي بيكسب، هو اللي بياخد فلوس كلها. يعني ايه رؤساء الانديه اللي علوا؟ يعني رؤساء الانديه بيتنافسوا مع بعض، فابو خمسه بقى بعشر وما زال. كابتن سيف، انا هتنافس في عربيه هاخدها ليا، انما لاعب كره هتنافس فيه بتاع ايه يعني؟ طب ما حضرتك النهارده لاعب في نادي يوصل في السنه انه ياخد 25 20 30، ده عقده ولا قيمه انتقاله؟ لا يا فندم، ده رقمه في السنه. عقده يعني. يعني انا شايف الموضوع ليه ابعاد تانية بصراحه. انا يعني مش ابعاد تانية، او ليه حسبنه تانية مختلفه. يعني اللعيبه بتسمع ارقام. اصغر لعيب بيطلع الفيرست تيم عندك امتى؟ 25 23 22. طيب يعني المفروض انتوا دايما بتشوفوا بره وبتقارنوا وبتعملوا. طب لما شفتوا ان بره بيطلع 18 سنه، ليه ما بتشتغلش في الحته دي؟ ما هو اللعيب لما هيطلع فيرست تيم عنده 19 سنه وعنده 18 سنه، عارف ان هو هيلعب كوره بجد وهيتشاف وهياخد فلوس كويسه احسن 10 سنين. 10 سنين؟ طب لما هيطلع وعارف ان هو هيلعب 4 سنين بس، هيعمل فيهم الرقم اللي هو عايزه. يبقى هو حاطط مبلغ لنفسه 50 مليون جنيه ياخدهم في 4 سنين وهياخدهم في 10 سنين. طب ما انت المفروض يعني الفكره دي، يعني زي ما قلت لك قبل كده، في لعيبه صغيره كتير جدا. بس تاني برضو انا بقول لك اللي بيتقال، لو حضرتك صاحب قرار هنسمعه دلوقتي، يعني هياخده بيه. اغلى لاعب في مصر كام ترانسفير يعني؟ تمنه يعني؟ تمن الصفقه يعني. ما السوبر اللي هو يعني بيمشي على الميه. اصل الناس هتزعل. مفيش زعل، دي وجهه نظر. يعني انا بكلمك قيمه سوقيه. وفقا لميزانيتنا. ايوه. ووفقا لاوضاعنا. لا يتعدى 8 مليون جنيه. اشتري ويبيع ب 8 مليون. 8 مليون يعني انا ما اشتريش يعني لاعب ازيد من 8 مليون. يعني اكتر من كده يبقى. يعني انا خلي بالك، يعني انت برضه غصب عنك بتشوف البيئة اللي انت شغال فيها. يعني ازيد من كده فندم، يعني انت 10 مليون جنيه ازيد من كده يبقى حرام. لا يعني كلام مش منطقي. مش منطقي. هو احنا بنروح فين؟ صح. يعني انا معلش برضه في الاخر حلوة. احنا بنروح فين؟ يعني هات لي النوادي يعني عندها دخل الرقم ده وهتدخل ايه؟ صح. حضرتك بعت ابوك بكام؟ بعته ب 28 مثلا، 30 حاجه كده يعني. اشمعنى يعني؟